السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شيخنا؟ الحمد لله طيب. الحمد لله. أبارز من حضرتك، أنا كنت كلمت حضرتك امبارح بخصوص إن أنا كنت بعض الأحيان بعرف طريقة عن الشباب تسافر لأوروبا، مش تهريب ولا حاجة، ولكن السفر قانوني، ولكن حضرتك طبعا عارف إن ممكن هناك في فتن والكلام ده كله بيتعرض لها الشباب، فأنا حبيت أسأل حضرتك هل والله أنا لو شاف الشاب الذي أمامي سيذهب إلى مكان يفسد فيه ويضيع دينه فيه لن أساعد على هذا. نعم، لو شاب قوي والحمد لله يعني دين ويبحث عن لقمة عيش حلال ممكن. تمام،